امرأة بصرية نعت زرعها الذي أتلفته السيول بعد أن وضعت عليه كل ما تملك، وهي تنتظر وقت حصاده، في الوقت الذي تجاهلت الحكومة كل النداءات لمنع دخول مياه السيول إلى الأراضي الزراعية، واكتفت الحكومة بحماية حقول النفط فقط. فنشاهد. وما لافين على هالهم لين مع نهار يسدون كله بفلوس. وكله بفلوس يسدون. يلا بعد ما تنزل حاصوده. يلا صدق. يما تدين لنا. يما تدين لنا